انا هروح لغفران اقول لامك عندي اديني كام يوم وهرجعها لك. غلط، غفران سيبه النهارده، جلينه مخليها مليان غل الدنيا وهيعوز يطلعه في اي حد، ولو رحت له هترجع من غير راس. طب نروح على بكر نطلعه عينه، ما هو السبب في اللي احنا فيه دلوقتي. احنا وبكر لسه ما وقفناش في وش بعض، وانا مأجل الوقفه دي دلوقتي عشان لسه محتاج له، وما ينفعش اتعارك معاه، يبقى اكبر غلط. غلط اخرته ايه يعني؟ اللي احنا فيه دلوقتي مع غفران اخرته قتل. ده عركتك مع بكر اخرها ايه يا اخي؟ قتل له برضك، فموته بموته بلاش غباوه. كل ده عشان جليله؟ عملت كل ده عشان جليله حتى؟ لا انا لسه ما عملتش حاجه. واه عشان جليله يا نميري. ولو الموضوع بالنسبة لك صغير فبالنسبة لي كبير، وكبير قوي كمان. ولو ههد الأرض، الأرض هتتهد فوق دماغنا النهاردة يا أخوي. جمد قلبك، جمد قلبك وتعود تفكر لآخر لحظة. اللي يبين خوفه على عينه يخلي عدوه يستحل فقعه. كلم بكري قول له يا جيني تعمل إيه. كلمه بس. شمية فين؟ يعني ايه فين؟ ما في المكان اللي انا وانت حاطينها فيه، ومن ساعتها ما اتحركتش. ما بحبش الاستهبال يا بكري. كذاب يا واد خالد، بتحبه وليك فيه كمان، وما تقولش اي كلام. نقلتها ليه من المكان اللي كنا مخبينها فيه الاول، وديتها مكان تاني ورا ارض ابو حجر، وبعدين رجعت ونقلتها تاني. مستغرب ليه؟ ما انت رحت سألت على مكان الذهب فين؟ رحت خدته وخبيته، ولما سألتك قلت لي اي كلام. مستكتر عليا العب معاك وانت ما بتعملش حاجه ان انت بتلعب معاي. طب ما تيجي نبطل اللعب يا بكري. نفسي ورب العباد نفسي، ونمشوا في العدل اريح واسلك. اديني شميه دلوقتي. موافق، بس اديني على الدهر برضه دلوقتي. نقسموه بالنص. يبقى نقسموا شميه برضك بالنص. يعني ايه؟ يعني ليه انا اديك شميه على بعضها وانت ما بتدينيش الذهب على بعضه؟ انت عايز الذهب كله لوحدك؟ وعليها عقد الارض. انت بتلوى دراعي يا بكري؟ اه. ها طيب، احب اقول لك ان انا دراعي ما بيتلويش، ولو كنت فاكر ان انا جيت تحت درسك وهتقرقشني احب اقول لك ان درسك هيتكسر. فكر في كلامي ورد علي يا غالي. خالتي اللي عايزينها كتير، كلهم يدفعوا فيها اللي انا عايزه. فكرت ورديت،